تفتقر بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة للمرافق الترفيهية والحدائق العامة التي تعتبر متنفسا للعائلات. مشكل أرق المواطنين خاصة بعد تحول أغلبية الحدائق الموجودة إلى مرتع للمنحرفين. عبير دريوك. هذه هي وضعية الحدائق والمساحات الخضراء في بلدية عين عبيد بقسنطينة. انعدام تام للون الأخضر، كراسي محطمة، فيما تنعدم أدنى شروط الراحة والترفيه. طابي ما كانش، الماء ما كانش، غير الشو يتحشم بعد بها تخش نقول هنا مع وليداتك، والله مع المرأة، والله مع نورمالمون هذه جينا وشو تاع المرأة تاع الوليدات تاع شياب كبار تاع ليجان صغار، ما كاين والو، ما ناش ما كانش هاك تشوف فيه، هذا جنان هذا. حنا نطلبوا من السلطات انهم يشوفوا فينا شويه ويوفروا لنا على ليسباس فير وين يعقبوا الاولاد الويكاند مثلا. راي غايبه الامور هذه، ما عندناش خلاص في عين عبيد. وبعيدا عن النقص الكبير في التهيئه، فان اغلبيه هذه الحدائق تحولت الى مخامر ومرتع للمنحرفين في غياب تام للمصالح الامنيه. لا نهار كامل ما حاجك هنا، الرعايه يصلحوا هنا ما كاين والو، عاد بلاصه تاع مخدرات تاع كيف تاع شراب ما كاين والو هنا يصلح خسي. وجهنا لرئيس البلدية للحصول على رد لهذا الانشغال، إلا أن هذا الأخير قد رفض ذلك بحجة أن والي الولاية قد منع كل رؤساء الدوائر والبلديات من التعامل مع وسائل الإعلام، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول مصير العمل الإعلامي واحترافيته بالولاية. من أمام مقر بلدية عين عبيد بقسنطينة، عبير دريوك لقناة شروق.